صافي يا هلا. السلام عليكم الاخوان. اليوم جينا في زياره عند احد الابطال في تربيه حمام خينستي في طنجه، سعيد الفروقي، وحنا دائما متواجدين في طنجه عند باش نعرفوا بالمواليع ديال الحمام الخينيسي وناخذوا فكره على الحمام الخينيسي. وجينا نتولوا عند صديق سعيد الفروقي، رفقه الاخ العربي. مرحبا، اللي جا كنشكره من هذا المنبر حيت هو اللي ونخليو الاخ سعيد الفروقي يتكلم لينا على كيفاش بدا التربيه. واش نقول لك، الهوايه هذه تقريبا دابا حوالي واحد 15 سنه ولا، ولكن ما كانتش في البدايه في الخينيسي. البداية ديالي كانت في اللوطينو، حنا في اللوطينو تولى اسبانيا، والحمد لله تما بقات ماشا الامور ديالنا الى يومنا هذا. من بعد ظهر هذا الحمام هذا اللي هو الخينيسي البويلو اللي كنقولوا له حنايا البويلو، حبيب الخينيسي ديال الطياره بالعربيه بالبويلو اسبانيول. المهم حنا دابا من بعد هذا الحمام هذا كيبان عجبنا صراحه ربي، هذه لان عجبنا بالخدمه ديالو، بالطيران ديالو، بالهيكله ديالو، بالوصف ديالو، لان عنده الوصف كيجمع بين اللودينو والجرانادينو والخينيسي. المهم ديك الوصف اللي كنبغيو حنايا جبرناه، فهمتي، واخا حيدنا من اللودينو ولكن ديجا الخينيسي ما بعدناش بزاف، لان قلنا دائما ديك الوصف تقريبا تقربوا بعضياتهم في الوصف ديالو. والحمد لله وحنا هادي دابا تقريبا هاد الميدان هذا ديال الخينيسي نبويلو حوالي تقريبا 11 سنين ولا اكثر. الامور هي ماشي، الحمد لله حنا كنتولعوا كنولعوا معنا الاصدقاء والحمد لله هادشي اللي كاين. وبالنسبه كنتي في الجمعيه ديال، انا كنت في الجمعيه ديال الحمام خاصين طنجه وكانوا انجازات في الحمد لله. كنا دائما فيما كنعملوا شي مسابقات كناخذوا جوائز الحمد لله. كل مسابقه كنعملوها اذا كيكون عندنا فيها واحد الحظ، فهمتيني، الحمد لله حتى الى يومنا هذا. دابا تقالت في 2017 كان الدكتور ديالو، فهمتيني، كنا في الدار الصحية عندك شخصي، كيقول لي عندي، قلت لي الدكتور فين، قلت لي ما عنديش مولاه، هو هذا مولاه الحمد لله. معنا الاخ العربي شي كلمه هو سعيد، فروقي، وخلقوا اي كلمه الحق ديالو، ما عرفتش كيفاش نعبر لك هذا السيد، عطيه خلق الله ومولو كبير موالاه كواري، محب للحمام ومحب للموالاه وكيضحي من اجل هذه الولاعه هذه، وتحياتي للجميع الحمد لله. وانا بيدي كنقدم تحيه للاخ العربي حتى هو تبارك الله عليه ما شاء الله عليه، حتى هو كيضحي في هذا الشيء هذا بزاف، وحتى هو مولوع مزيان، مولوع كبير حتى هو، زعما كاين حتى هو كيعمل فوق اقصى الجهد ديالو حتى هو تبارك الله. والحمد لله والله يوفق لجميع الموالع اللي كنعرفوهم واللي ما كنعرفوهمش، الله يوفقهم هادشي ما كاين، لا داخل طنجه ولا خارج طنجه. المغرب كامل داخل طنجه وخارج طنجه، انا كنرحب بهم الا بغاو يجيو عندي يتولعوا مرحبا بهم، والدار ديالي مفتوحه لاي مولوع بغا يتولع ولا شي حاجه مرحبا به، بغا شي مثلا بغا شي استشاره بغا شي حاجه مرحبا به، الدار ديالي مفتوحه. بغا تولع هذا الشيء ان شاء الله، انت تاخذ مثلا تعمل جاي مثلا في هذا هما دابا هذاك العوار اللي مشي ننسى والله نصور بعدا نعمل واحد الفيديو ديالو هيدا واحد 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 ان شاء الله. طيب ما شاء الله. هذا فرخ، هذا جدار ديال 2019، هذا راه باقي فرخ هذا، فهمتيني، ما شاء الله. هذا باقي فرخ هذا ديال 2019 ماشي كبير تبارك الله. كاين هذا حتى هو، هذا الفرخة ديال هذا العام هذا كاملين، هادو 2019 عند الأخ سعيد الفروقي. تفتحها؟ صافي صورت صورت. سيه وانت ما شاء الله لاعب في طنجة عند أخ سعيد الفروقي، اللهم بارك. ما شاء الله اللهم بارك. بالنسبة ل هذا عاد انت هو الفرخ ديال هذا العام هذا حتى هو. بالنسبة لديال هذه الراسة اش كتسمى ديال نعم هذه الراسة
هذه راسه وحده هذه راسه وحده كامله خينيسي كتسمى خينيسي كيبقى في اللوان فرقه بين اللوان تقريبا فيه اللوانات كاملين هو تبارك الله في كحال كيدي بلانكو كيدي طوبي كيدي كولوريس كاملين كيدخلوا فيه الالوان كاملين كيدخلوا اللهم بارك سخر هذا عاوتاني هذا الفرخه ديال هذا التوات هذاك التوات هذوك ديال التوات ديال الانجام هذوك دابا التوات باش كنخدموا ديال الفراخ هذا الانات كتسترحوا وضروري ملي كيكون ضروري ضروري هادو ديال الاخر هادو ديال التوكل حتى شي اييه بالنسبة لهادو مفردين هادو مفردين ماشي مفردين دابا هادو كاملين ملي كيولدوا كيحطوا البيض ديالهم كنخرجوهم بحالهم ما كيبقاوش مع الذكورة فهمتيني كيفاش ما كيبقاوش مع الذكورة حتى يولدوا حتى يكبروا الفراخ حتى هادو حدهم كيحطوا البيض كتحيدوا بحالهم صافي دابا هادو هما اللي هادو هما اللي كيديروا الفراخ هادو هما اللي كيحضروا اييه فويجو كي باش ما كيتخسر لشي خينيسي ما كيتخسرش كيبقى مزيان اييه هادو هادو تاهما نشوات اللهم بارك تبارك الله هذا ذكر اللهم بارك دائما في طنجة الأولى عند سعيد فروبي البطا ديالنا اللهم بارك هذا كرخور تبارك الله الحمام تقريبا الألوان اللي عندك هذا الطوبي 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 كيعجبني زينا في الوزة عندي الألوان ماشي ما عنديش اللهم بارك وانت هادي انت ما شاء الله واحد اللوين تبارك الله غرابي الخرابي هادي انت كلشي عاد تمشي من هاد كلشي متوفى هادو كاملين الينات ماما باركه واحد اللوين هذا اش كيتسمى هذا كنقول على الرصاد الرصاد هذا الرصاد بالنسبه لتربيه الحمام الخينيسي بالنسبه لتربيه الحمام الخينيسي واش صعيبه شويه ولا شوف ما كاينش شي حاجه سهله ولكن اي حاجه يمكن الانسان يدركها فهمتي كيفاش الانسان بالمصابره وبالخدمه وبالمجهود والانسان يوصل اي حاجه بغاها زعما كاين ما يمكنش ما يوصلش ان شاء الله بالنسبه لهذا شي واحد مخلق معلم كل شيء خلق كيعرف راه كل شيء كيتعرف فهمتي اي حاجه بغيتيها تعرفها المهم الانسان كنخصو بالوقت والتدريس وصافي يسال ويوصل ان شاء الله حتى شي ما كاين والله ما بعرف ولا ما عندها شي حد دائما دائما خاصها الخدمه وبحال اللي قال الاخ سعيد مخصص مصابره بزاف والخدمه بحال اللي قلت لك قبيلاتي دائما خصك تخدم دائما واخا وصلتي فيما وصلتي خصك تزيد خصك تزيد زيد ما عندوش شي هذا ما عندوش شي هذا بويلو باقي ما واقفش في واحد الحد وهذا الحمام ما توصلش بين نهار وليله يجيب لك الله توصل بين نهار وليله عاد تشبر عاد تخدم عاد توصل لا خصك واحد المصابره ومعاناه باش كتوصل لواحد النيفو حيت الحمام راه صعيب في الخدمه ديالو ماشي كيوصل بنادم بين عشيه وضحى يوصل ما يمكنش شي بنادم خصو يحافظ على الحمام يحافظ شحال ما حافظتي على الحمام مزيان ما شاء الله كرمالك ما شاء الله اللهم بارك الشماليه فيه ما شاء الله معنا الإخوان الذكر اللهم بارك
الولاعة تبارك الله. هيج او الدكار اخر بلانكو بلانكو اللهم بارك. اللهم بارك بلانكو. هادو دابا هادو طلقناهم للولادة. اي دابا طلقناهم للولادة اييه. اللهم بارك. هذا هو الذكر في ديالي ما شاء الله. جمال تبارك الله. لا تنك لا تنديتها لا يخذها شيء يجب دخل بالنسبة هادو تا هما هادو الولادة. دابا هادو لي جوج كاملين هادو طلقناهم من الولادة ان شاء الله. الولادة تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله المساواة. اللهم بارك. هادو خوش لي مشيت هو لي جبرت ما شاء الله. ذكر كي كل بعد أنت ديالو. إن شاء الله. ودائما نحن متواجدين عند بطنجة. اللهم بارك. غرابي. ذكر. الغرابي ما شاء الله. دخلوا ما شاء الله. تبارك الله. زين جمالية. تبارك الله. هاي جوج اخرى. جوج اخرى يالله تاهي الولادة. دابا كاين هذا دابا هذه اللي معاه بنته بغات تلاقيهم. وهذا التلاقي كتعطي تبارك الله. كما كتشوفوا هذا الأذرة الأب ديال البنت ديال الفرخة اللي معاه وتلاقاو هذاك الأب والبنت ديالو.